السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الـ MGI. أنا معاكم دكتور أمين حمود، أستاذ مساعد باسم الأناتومي في القصر العيني. معاكم أول سنة ليا إن شاء الله، معاكم إن شاء الله تبقى سنة جميلة كده علينا وعليكم. إحنا هنبدأ، ده بداية موديول الـ GIT. موديول الـ GIT موديول بسيط إن شاء الله وسهل كده. ميزته إن كلامه كتير بيتكرر ويتعاد، يعني ممكن الكلام اللي يتقال النهاردة يتعاد تاني في المحاضرة اللي جاية، يتعاد تاني في المحاضرة اللي بعديها. فبعد شوية هتلاقي الدنيا كلها اتربطت مع بعض، وتحس الدنيا بقيت فاهمها أحسن وبقيت هضمها أحسن من الأول. هنبتدي محاضرتنا النهاردة بسيطة وسهلة، صغيرة خالص خالص. هنبتدي فيها كده زي introduction، محاضرة بسيطة وجميلة. نبتدي كده فيها بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم فيها عن السكين أو الفاشيا of anterior abdominal wall. محاضرة بسيطة خالص خالص. طيب احنا عندنا الانتيرير ابدومينال وول. الانتيرير ابدومينال وول عبارة عن طبقات، يعني انا لما باجي ابص على الابدومين كده من قدام بلاقي الابدومين ديت متقسمة لطبقات. اول طبقة زي في اي حتة في الجسم كله لازم هتكون السكين، زي ما اخدنا قبل كده ان تحت السكين برضو هيكون موجود الفاشيا. الفاشيا هنا هنقسمها لجزئيتين، نسيب الكلام ده على جنب شوية. بعد الفاشيا هنرجع في العضلات الموجودة في الابدومين. العضلات الموجودة في الابدومين متقسمة برضو لمكانين، هنرجع كمان شويه نقول التقسيمه دي. في نهايه المصل خالص، اخر جزء من المصل خالص، حاجه اسمها ترانسفيرسس ابدومينس او ترانسفيرس ابدومينال مصل، يعني مصل ماشي بالعرض. المصل اللي ماشي بالعرض ديت، عشان انا محتاجه اسمها دلوقتي بس انا هقوله، المصل اللي ماشي بالعرض ديت متبطنه فاشيا اسمها فاشيا ترانسفيرساليس نسبه للمصل دي، كانها البطانه بتاعتها يعني. وفي الاخر خالص طبقه البريتونيوم، اللي هي طبقه البريتونيوم السيرس ممبرين اللي مغلف كل الاورجنز اللي موجوده في الابدومن زي ما هنشوف بعد كده. يبقى انا دلوقتي اللايرز اوف انتيرير ابدومينال وول، لو انا بص على الابدومن انا عايز اشوفها، هنشوفها بكات سكشن دلوقتي، بس انا لو انا عايز اشوف الابدومنز ديت انا هتكون من ايه؟ هتكون الاول من سكين، وتحت السكين ده هلاقي فاشيا، وتحت الفاشيا دي هلاقي مجموعه من العضلات، وتحت مجموعه العضلات الكتيره دول هلاقي في فاشيا نسبة لآخر واحدة خالص، آخر مصر خالص، سميتها فاشيا ترانسفيرساليس، وتحتيهم هلاقي حاجة اسمها البيريتونيوم. تمام كده؟ طيب لو أنا قلت لك إن إحنا عندنا الفاشيا اللي هنا، أنا يصح قبل ما أكتب كلمة فاشيا يصح إن أنا أكتب جنبيها إنها سوبرفيشيال فاشيا. سوبرفيشيال فاشيا، إيه ده؟ هو إحنا كنا سمعنا قبل كده إن في عندنا حاجة اسمها سوبرفيشيال فاشيا وحاجة اسمها ديب فاشيا؟ إحنا في جسمنا بنسمع إن في حاجة اسمها سوبرفيشيال فاشيا وحاجة تانية اسمها ديب فاشيا. طب امال احنا هنا ليه هي سوبرفيشال فاشيا؟ امال فين الديب فاشيا؟ لا، احنا عندنا في الانتيريور ابدومينال وول مفيش عندنا ديب فاشيا. اللي منكم شاطر قوي واللي منكم سمع قبل كده في الانترودكشن وفي البيزك اناتومي، اللي سمع السنة اللي فاتت، عارف ان الديب فاشيا اهم ميزة فيها انها يكون فيها كولاجين فايبر. الديب فاشيا اللي موجود فيها كولاجين فايبر ديت ما بتبقاش، ما بتسمحش بالاسترتش، يعني بتكون حاجة نون استرتشبل. اي حاجة نون استرتشبل ما تنفعش تسمح بالديستنشن. طب انا عايزه في الانتيريور ابدومينال وول، هل انا محتاجه ديستنشن؟ انا محتاجه ديستنشن، محتاجه ديستنشن بعد الميل، محتاجه ديستنشن في البريجننسي، محتاجه ديستنشن في الانتيريور ابدومينال وول. يبقى معنى كده ان انا ما ينفعش ان انا احط ديب فاشيا. طيب يعني معنى كده ان انا الفاشيا اللي هحطها هنا هتبقى سوبرفيشال بس؟ هتبقى سوبرفيشال بس. يبقى احنا دلوقتي اخدنا نقطه ان بي مهم قوي، ان انا عندي في الانتيريور ابدومينال وول ما فيش ديب فاشيا. ليه ما عندكش ديب فاشيا؟ علشان الديب فاشيا بتكون موجوده فيها كولاجين كتير، والكولاجين كتير ده ما يسمحليش بالديستنشن، وانا عايزه في المكان ده ديستنشن. يبقى دي اول نقطه. يبقى انا لما اجي اتكلم على الفاشيا انا هقول انها اسمها سوبرفيشال فاشيا ونقطه وهسكت خلاص. طيب كلمني بس كلمتين كده على السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا ديت، السوبرفيشال فاشيا بتاعت الانتيريور ابدومينال وول، طول ما هي فوق الليفل اوف امبليكس هي تقريبا طبقه واحده فيها شويه فات كتير، لكن تحت الليفل اوف امبليكس السوبرفيشال فاشيا بتتقسم لطبقتين زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبقه سوبرفيشال، الطبقه اللي بره يعني، واسمها كامبرز فاشيا، وديت فيها فات كتير قوي. وطبقه ديب، مش ديب فاشيا، طبقه ديب الاولانيه يعني، طبقه ديب اسمها سكاربس فاشيا. يا دكتور احنا تهنا. لا مفيش توهان ولا حاجه، احنا دلوقتي بنتكلم على الليرنج او ترتيب الطبقات اللي موجوده في الانتيريور ابدومينال وول. اول حاجه خالص كانت السكين، تاني حاجه كانت سوبرفيشال فاشيا. الله، طب هو فين الديب فاشيا؟ لا اتفقنا مفيش ديب فاشيا في الانتيريور ابدومينال وول وعرفنا ايه الفكره. طيب سوبرفيشال فاشيا، سوبرفيشال فاشيا هنا هتبقى طبقتين، طبقتين في كل الانتيريور ابدومينال وول؟ لا،
انا طول ما انا فوق الامبليكس انا طبقه واحده فيها فات وخلاص، لكن طول ما انا تحت الامبليكس انا هتقسم لطبقتين، واحده اسمها كامبرز هي اللي بره السوبرفيشال، واحده اسمها سكاربز هي اللي جيب الجوانيه. تمام كده؟ طيب، وبعد كده طبقه العضلات زي ما اتفقنا، وطبقه الفاشيا اللي متبطنه اخر عضله خالص، وطبقه البريتونيوم. لو انا كده بصه كده على الابدومن، ادي عندي السكين اول لاير بره، الطبقه اللي تحت السكين على طول اللي انا هلاقي فيها فات كتيره دي اللي انا اسميها سوبرفيشال فاشيا، انا عشان ما عنديش ديب فاشيا في الابدومن، السوبرفيشال فاشيا والله انا طول ما انا فوق الامبليكس انا تقريبا طبقه واحده، لكن طول ما انا تحت الامبليكس لان هتقسم تقريبا هتقسم لطبقتين، طبقه برانيه اللي هي السوبرفيشال اللي فيها اللون الاصفر ده اللي فيها الفات الكتير وهسميها كامبرز فاشيا، والطبقه الثانيه اللي لونها اللايت بلو اللي تحت دي هي سوبرفيشال فاشيا برده بس هي الطبقه الجوانيه، فاقدر اقول سوبرفيشال فاشيا بس الجيب لير، يعني انا عندي سوبرفيشال فاشيا طبقه برانيه وطبقه جوانيه، او طبقه سوبرفيشال وطبقه جيب. حسيت ان انت هتتلخبط قول سوبرفيشال فاتي، والجيب الطبقه اللي هي اللايت بلو دي بقول عليها جيب ممبرينس. ليه ممبرينس؟ لانها ما فيهاش فات كتير زي اختها كده، لا ده هي اغلبها ممبرين. يعني معنى كده بالاخر كده انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان انا عندي طبقه سكين وتحتيها شويه فات وتحتيها ممبرين، الفات والممبرين دول على بعضهم اسمهم سوبرفيشال فاشيا، الفات والممبرين دول على بعضهم اسمهم سوبرفيشال فاشيا. جينا شويه فلفصه بقى كده، قلت لك الفات اللي بره ده هسميه سوبرفيشال فاتي لير او كامبرز فاشيا اسم العالم اللي اكتشفه، والطبقه اللي تحت اللي هي الممبرين رحت اقول لك هقول هي سوبرفيشال فاشيا برده بس هقول سوبرفيشال فاشيا ممبرينس لير اللي هي دي سوبرفيشال فاشيا او سوبرفيشال فاتي لير اللي اسمها كامبرز فاشيا، وجيب مش جيب فاشيا بقى جيب لير اوف سوبرفيشال فاشيا اللي هي جيب ممبرينس لير اللي هي سكاربز فاشيا. تمام؟ طيب بعد الطبقتين دول، يعني بعد السكين والسوبرفيشال فاشيا لقيت ايه؟ لقيت شويه جروب من العضلات اهم، شويه جروب من العضلات، العضلات ديت ماشيه اوبليك، عضلة ماشية أوبليك من بره سميناها external أوبليك، هنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد كده بس النهاردة نبقى سمعنا مرة، طبقة ماشية بالأوبليك من فوق لتحت اسمها external أوبليك، وطبقة ماشية أوبليك برضو بس من جوه ديب للإكسترنال فسميناها internal وبرضو ماشية أوبليك internal أوبليك، وطبقة ماشية بالعرض التحتانية الأخرانية ديت سميناها transversus abdominis لأنها ماشية بالعرض، ونسبة لاخر عرض على اخر عضله دي اللي اسمها ترانسفيرس ابدومينس الطبقه اللي مبطناها الاخضر دي اسمها ترانسفيرساليس فاشيا او فاشيا ترانسفيرساليس. كده صح وكده صح؟ تمام. طيب بعديهم بقى هلاقي ايه؟ هلاقي شويه فات اللي بره البيريتونيوم، وبعد كده هلاقي اللير اللي اسمها البيريتونيوم ديت الشفافه السيرس اللي مغلفه الابدومينال اورجن. يبقى انا دلوقتي الرسمه ديت طبقت لي اللي موجود في السلايد اللي فات، انا قلت سكن وبعديه سوبرفيشال فاشيا اتقسم لطبقتين، طبقة فيها فات كتيرة سميناها كامبرز، طبقة ما فيهاش فات هي عبارة عن ممبرين وسميناها سكاربس. شلنا الطبقتين دول على جنب، لقينا جروب من العضلات، جروب من العضلات أول مصل كانت ماشية أوبليك من بره سميناها external oblique، تاني مصل كانت ماشية أوبليك برضو بس جوه سميناها internal oblique، تالت مصل كانت ماشية بالعرض سميناها transversus abdominis. جيب الكلام ده لقيت فيه لير تانية اسمها فاشيا ترانسفيرساليس، فاشيا ترانسفيرساليس دي كانت مبطنة الترانسفيرسس ابدومينس مصل، وبعديها لقينا شوية فات بره البريتونيوم سميناهم اكسترا بيريتونيال فاشيا او اكسترا بيريتونيال فات او اكسترا بيريتونيال تيشو كله صح، وبعديها لقيت لير من البريتونيوم اللي مغلفة الابدومينال اورجن. تمام كده يا ولاد؟ احنا واخدين كده الكات سيكشن كده وانا بص بالمنظر ده، انا شايفه اول طبقه خالص بره السكن، شايفه تاني طبقه اللي هي الكامبرز فاشيا، اللي مركز معايا عارف ان الكامبرز فاشيا دي كانت سوبرفيشال فاشيا، انهي لير من السوبرفيشال فاشيا؟ الطبقه البرانيه من السوبرفيشال فاشيا او السوبرفيشال لير اوف سوبرفيشال فاشيا اللي هي كان فيها فات كتير. تمام. طيب الطبقة اللي بعديها اللي هي سكاربس فاشيا اللي هي كانت عبارة عن ممبرين، فكنت بقول عليها جيب ممبرينس لير وكان اسمها سكاربس فاشيا، يبقى سكين وسوبرفيشال فاشيا بنوعينها الاثنين، وبعدين الجروب بتاعت المسلز الاكسترنال اوبليك اللي بره، اوبليك برضو بس جوه فسميناها انترنال اوبليك، طبقة ماشية بالعرض اسمها ترانسفيرسس ابدومينس،
والفاشيا اللي مبطناها اسمها فاشيا ترانسفرساليس، وبعدين الاديبوس تيشو او الاكسترا بيريتونيال فات اللي بعديها اللي بعديها على طول البيريتونيوم اللي جواه الابدومينال اورجان بتاعنا. تمام كده؟ اتفقنا في جمله مهمه جدا ان سوبرفيشال فاشيا تحت الامبليكس اللي بيحصل انها تحت ادي الانتير ابدومينال وول، ادي الامبليكس اهو. الرسمه دي طبعا رسمه توضيحيه كده اكتر دايجراماتيك، يعني ان انا تحت الامبليكس انا اللي بيحصل ان انا بتقسم السوبرفيشال فاشيا بتقسم للطبقتين اللي انا عمال اتكلم فيهم دول، لكن انا طول ما انا فوق الامبليكس فانا تقريبا لير واحد. يبقى انا بلو الامبليكس هي عباره عن تو لير، السوبرفيشال فاتي لير اللي هي السكاربس اللي هي سوري الكامبرز، والديب ممبرينس لير اللي هي السكاربس لير. تمام كده؟ طيب عايزين بقى نتكلم كلمتين على الكامبرز وكلمتين على السكاربس. انا عارفه ان انتوا سمعتوهم السنه اللي فاتت سمعناهم، بس هنعيدهم تاني المره دي. ان احنا الكامبرز فاشيا ديت، الكامبرز فاشيا ديت اللي فيها الفات الكتير دي، الكامبرز فاشيا مكمله تحت هنا مع اللور لمب. مكمله تحت مع اللور لمب فين؟ احنا سمعنا قبل كده هنا حاجه كده اسمها انجوينال ليجمنت، سمعناها السنه اللي فاتت. عرفنا الانجوينال ليجمنت ده وهنسمعه كتير جدا جدا السنه دي، وهنسمعه وهنعرف هو جاي منين وتفصيله ايه وكل الاوريجن بتاعه جاي، كل كلمه عنه هنعرف. بس مبدئيا كده النهارده انت خليك عارف ان في حاجه هنا اسمها الانجوينال ليجمنت. الانجوينال ليجمنت دوت فاصل بين الابدومن وبين اللور لمب بين الثاي. الانجوينال ليجمنت دوت جاي من هنا من عند الهيب بون، من عند حاجه اسمها انتيريور سوبيريور اليك سباين، وبينتهي هنا كده ميديال عند حاجه اسمها بيوبيك تيوبركل. الانجوينال ليجمنت دوت حد فاصل بين الابدومن وبين اللور لمب زي ما قلنا. لو انا قلت لك الطبقه الصفراء ديت اللي هي الكامبرز فاشيا اللي هي الفاتي لاير اللي هي السوبرفيشال فاتي لاير، شوف انا قلتها كام اسم اهو، قول اللي تعرفه منه واللي تلقطه منه. السوبرفيشال فاتي لاير دي مكمله تحت الانجوينال ليجمنت، مكمله مع الانجوينال ليجمنت هنا مع الفاشيا اللي موجوده في الثاي. هو الثاي مش هي كمان ليها فاشيا؟ زي ما الابدومن ليها فاشيا الثاي كمان ليها فاشيا. فالفات اللي موجود هنا مكمل هنا عند الانجوينال ليجمنت، فوق الانجوينال ليجمنت هنا مكمل مع الفات لير اللي موجود في الثاي، ما عملش اي اختلاف يعني. طب ما هو اكيد مكمل، ما احنا كل الفاشيا مكمله في الجسم مع بعضها، ما فيش فيها حاجه جديده يعني. السكاربس فاشيا بقى اللي هي الممبرينس لير عملت حاجه انتوا سمعتوا عنها السنه اللي فاتت كده. الممبرينس لير اللي هي الجيب ممبرينس لير اللي هي سكاربس فاشيا عملت حاجه بقى. الجيب ممبرينس لير ديت جت هنا تقريبا 1 فينجر بريث تحت، تقريبا بعرض الصباع كده تحت الانجوينال ليجمنت. الممبرينس لير اللي موجوده هنا اللون الازرق ده مع الفاشيا اللي موجوده هنا اللي موجوده في الثاي اللي اسمها فاشيا لاتا. فاشيا لاتا كنا بنقول ان الجيب فاشيا اوف ذا ثاي اسمها فاشيا لاتا، او اللي هي الفاشيا العريضه، لاتا يعني البرود، وعرفنا الفاشيا لاتا ديت اللي هي الجيب فاشيا اوف ذا ثاي. الممبرينس لير هتيجي تحت الانجوينال ليجمنت بتقريبا عرض صباع كده 1 فينجر بريد تحت الانجوينال ليجمنت وتلزق في الفاشيا لات. نقول لك الكلام ده تاني في السلايد اللي جايه. السوبرفيشال فاشيا كانت مقسومه لطبقتين، سوبرفيشال فاتي لير الكامبرز والديب ممبرينس لير السكاربس. حلو جدا. طيب طبق الكلام ده على الصوره دي. لو انا قلت لك ادي الصوره دي اهو، ادي الابدومن اهو، ادي الابدومن اهو الانتيرير ابدومينال وول، وادي الثاي. لو انا قلت لك ان احنا عندنا ادي كده الميدل لاين، وادي كده الامبليكس اهو، ودي كده العضلات اللي ماشيه اوبليك الاكسترنال اوبليك، ماليش دعوه بيها دلوقتي. لو انا قلت لك ان انا ماشيه من بره لجوه، فانا عندي السكين من بره انا شايلاه، لقيت طبقه من الفات كتيره جدا جدا موجوده اهو، وادي كده بقت ديت السوبرفيشال فاتي لاير اللي هي سميناها كامبرز فاشيا. شلت السوبرفيشال فاتي لاير لونها الاصفر دي، لقيت في طبقه ثانيه لونها اللايت بلو دي، وعرفت ان ديت هنسميها سوبرفيشال فاشيا برضه، بس انهي لاير؟ الطبقه الجيب منها اللي سميناها جيب ممبرينس لاير. برافو عليك، وسميناها سكاربس فاشيا. يبقى انا عندي في الرسمه دي انا شايله السكن بس حاطه طبقه الفات وحاطه طبقه الممبرينس، والاثنين على بعضيهم دول ممكن اكتب جنبيها سوبرفيشال فاشيا. خلاص كده؟ طيب بعد السوبرفيشال فاشيا لقينا طبقه المسلز اللي كانت اللي اسمها الاكسترنال اوبليك، ماليش دعوه بيها دلوقتي مش محتاجاها. طيب امال ايه الحاجه المنقطه دي؟ المنقط ده هو ده الانجوينال ليجمنت. يعني معنى كده ان انت عندك هنا ده ادي كده بدايه الثاي، ادي هنا كده الثاي اهو. خلاص؟ امال ايه اللون الاخضر ده؟ اللون الاخضر ده اللي انا شايفاه مغلف في الثاي ده، هو ده الجيب فاشيا اوف ذا ثاي اللي هي اسمها فاشيا لاتا. طب ممكن بقى تركز كده معايا؟ لو انا قلت لك ان انا عندي اهو مع الانجوينال ليجمنت اهو الخط ده، ومع الانجوينال ليجمنت الخط ده، تحت الانجوينال ليجمنت تقريبا
بون فينجر بريث تحت الانجوينال ليجمنت، انا ايه اللي هيحصل؟ الطبقه البرانيه الاول قبل ما انسى، الطبقه البرانيه اللي اسمها الفاتي لير كانت نازله كونتينوس مع الفات اللي موجود في الثاي، ما عملتش اي مشكله خالص. الطبقه اللي جت عملت حته مختلفه شويه هي الطبقه الممبرينس لير اللي لونها الازرق دي، جت تحت الانجوينال ليجمنت وراحت لازقه في الديب فاشيا اوف ذا ثاي. ديب فاشيا اوف ذا ثاي يعني انا هنا ملزوق عندي سوبرفيشال فاشيا، ركزوا معايا، ملزوق عندي سوبرفيشال فاشيا انهي طبقه؟ اللي هي الممبرينس لير، لازقه مع الديب فاشيا، لازقه مع الديب فاشيا اوف ذا ثاي او اللي هي الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي، لازقه تقريبا فين؟ تقريبا وان فينجر بريد تحت الانجوينال ليجمنت. خلاص كده؟ طيب هل الكلام دوت ليه ابلايد مهم؟ ليه ابلايد مهم هنقول عليه حالا. طيب نكمل بس اوريك الجيب فاشيا الجيب ممبرينس لير ماشيه لغايه فين. انت قلت لي ان هي لازقه هنا تحت الانجوينال ليجمنت، لازقه في الفاشيا لاتا، ونازله بعد كده مكمله هنا، مغلفه هنا جزء في البرينيوم، ونازله كده مغلفه جزء في السوبرفيشال برينيال باوتش، مش لازم التفاصيل قوي كده، بس نازله كده على البلفس ونازله مغلفه جزء كده من البلفس، مش لازم تفاصيلها قوي دلوقتي هنعرفها قدام حبه. طيب لو انا قلت لك دلوقتي اقرا لي الكلام دوت وطبقه لي على الصوره. الاول عرفنا السوبرفيشال فاشيا اتقسمت لطبقتين، سوبرفيشال فاتي لير فاشيا اوف كامبرز والديب ممبرينس اسكاربس. الفاتي لير اللي هي السوبرفيشال اللي هي فاشيا اوف كامبر كانت كونتينوس مع السوبرفيشال فات اوفر الريست اوف ذا بادي، خلاص ما فيش فيها اختلاف دي، وممكن تكون تخينه شويه في الاوبيز يعني. خلاص طيب امال الممبرينس لير؟ لا الممبرينس لير دي كانت طبقه رفيعه جدا ما كانش فيها فات. الممبرينس لير ديت انا هتيجي هتبقى كونتينوس مع الباك ومع الثوركس ماشي، بس انا هاجي تحت الانجوان الليجمنت وانا هروح لازقه في الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي تحت الانجوان الليجمنت بالظبط. بص الرسمه اللي جايه كده، طيب هنا نفس الكلام بقى، ان انا عندي كده في الانتيرير ابدومينال وول انا شايف اللير اللي بره اللي هي السكين، شايف الطبقه اللي جواها سوبرفيشال فاتي لير اللي سميناها الكامبرز فاشيا. بعد شويه خلاص انت مش هتضطر تقول سوبرفيشال فاتي لير اللي هي بين قوسين كامبرز فاشيا او الديب ممبرينس لير اللي هي السكاربس فاشيا، خلاص بعد شويه هتعرف ان الكامبرز هي الفات والسكاربس هي الممبرين. ادي الكامبرز اللي هي الفات اللي بره اهو، والممبرين اللي هي مبطنه اللي جوه اللي هي انا عامله لك بالفورسبس كده عامله ريتراكشن ليها، فالممبرينس اللي هي الديب ليها يعني السكاربس فاشيا اهو. تمام طيب لو انا قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها انجوينال ليجمنت، وفي الاخر سوري قبل ما انسى قبل الانجوينال ليجمنت ادي بقيه الجروب بتاع عضلات بتاعه المصل بتاعه الابدومن، الاكسترنال اوبليك هي اللي ماشيه اللي ماشيه اوبليك، وده في حاجه اسمها ابنيوروزس هنعرف الكلام ده بالتفصيل كله ليتر اون. لو انا قلت لك ان انا تحت هنا كده عندي حاجه اسمها انجوينال ليجمنت اللي هي بتفصل بتوين الابدومن من فوق وبتوين الثاي من تحت، الانجوينال ليجمنت دوت ماشي من عند الانتيريور سوبيريور اليك سباين هنا كده بالظبط لغايه البيوبيك تيوبركل هنا، مش لغايه البيوبيك تيوبركل، وانا عايز اقول لك هنا ان الانجوينال ليجمنت دوت فاصل بتوين الابدومن وبتوين الثاي، وما ننساش ان احنا عندنا في الثاي كانت متغلفه بفاشيا ديب فاشيا كان اسمها ديب فاشيا اوف ذا ثاي او اسمها فاشيا لاتا. الطبقه اللي اسمها سكاربس دي بتيجي تحت الانجوينال ليجمنت هنا كده بالظبط، بتيجي تحت الانجوينال ليجمنت تلزق في الفاشيا لاتا، وان فينجر بريد تحت الانجوينال ليجمنت وتيجي تلزق في الفاشيا لاتا. تمام طيب الجزء ده ايه الحاجه المهمه دي؟ نفس الرسمه بس احنا عملنا لها زومنج. ايه الابلايد للكلام اللي انا بقوله؟ ان انت عندك الفاتي لير مكمله مع اللور ليمب، لكن الممبرينس لير هي اللي عامله الاتاتشمنت دوت اللي هو اللاين اوف فيوجن اهو، اللي انا شايف اللاين اوف فيوجن اهو تحت الخط المنقط اللي هو الانجوينال ليجمنت. لو الخط المنقط ده هو الانجوينال ليجمنت فادي اللاين اوف فيوجن. لاين اوف فيوجن بتوين مين ومين؟ بتوين الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي هي اللي لونها الجرين ده مع الممبرينس لير اللي هي السكاربس فاشيا، هي الاثنين هيلزقوا في بعض هنا كده بالظبط. طيب بعد ما هيلزقوا في بعض كده اجي لزقين في بعض، طب ايه اللي حصل بعد ما لزقوا في بعض؟ الممبرينس لير زي ما اتفقنا مكمله بعد كده بتوين البوث ثاي، مكمله بعد كده في البرينيوم واسمها البلفيك فاشيا، مش قصتي دلوقتي خالص. طيب يعني معنى كده ان الطبقه اللي هنا دي اللي هي الممبرينس لير مكمله هنا كده. لو انا قلت لك ان احنا كده ادي مكان البينس اهو، لو حصل للعيان دوت سمعناه الكلام ده السنه اللي فاتت، لو حصل للشخص دوت حصل له رابتشر من اليوريثرا، حصل له رابتشر في الميل طبعا، لو حصل له رابتشر لليوريثرا حصل بحادثه ولا حصل باي حاجه حصل له رابتشر لليوريثرا واليورين هيبتدي يطلع، هل تتوقع ان اليورين هيطلع هنا كده؟ ما هو اليورين هيطلع اهو الممبرينس لير هي فوق على طول البلفيك اورجن، يعني معنى كده ان اليورين هيطلع يروح هنا كده في المكان ده يمين وشمال، ولا اليورين دوت هينزل تحت هنا على اللور ليمب؟
اليورين قدامه سكة واحدة من الاثنين، ان هو يطلع هنا تحت الديب ممبرينس لير ويطلع، ويمكن يطلع لو العيان دوت نايم على ظهره يطلع لغاية الليفل اباف الامبليكس. لكن اليورين لا يمكن ينزل على اللور ليمب. ليه؟ علشان اللاين اوف فيوجن اللي بتوين الممبرينس لير والفاشيا لاتا اوف ليسار، هي دوت الجزء بس الابلايد اللي بالنسبه لي اللي يهمنا ان انت تعرفه. يبقى انت دلوقتي عرفت ان انت عندك الكامبرز فاشيا الطبقه اللي لونها الاصفر دي مكمله تحت مع الديب فاشيا مع الفاشيا اوف ثاي، لكن الاسكاربس فاشيا اللي هي الممبرينس لير اللون الازرق ده هي جايه 1 فينجر بريث تحت الانجوينال ليجمنت من عند البيوبيك تيوبركل وماشيه لاترال كده لغايه الانتيريور سوبير اليك سباين، وفي لاين اوف فيوجن بتوين الممبرينس الزرقاء دي مع الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي. تمام كده؟ طيب وبناء عليه ايه الابلايد اللي معايا؟ ان لم يحصل رابتشر اليوريثرا في الميل الا يحصل اكسترافيزيشن. يعني اكسترافيزيشن يعني اليورين هيتسرب، يعني اليورين هيهرب فين؟ اليورين هيهرب فين؟ هيهرب اليورين قدامه ان هو يهرب بس هنا في المكان دوت في الابدو من هنا، لكن ما يقدرش ينزل للور ليمب. اليورين ما ينفعش ينزل للور ليمب. ليه؟ علشان الاسكاربس فاشيا، الاسكاربس فاشيا اللون الازرق دوت لازقه في الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي، او اللي هي اسمها الديب فاشيا اوف ذا ثاي. تمام كده؟ طيب التفاصيل بقى سوبرفيشال بيرينيال باوتش والاسماء دي كلها اللي مكتوبه عندكم في الكتاب هنعرفها ليتر اون، بس انا عديت عليها كده بس انت تبقى فاهم الفكره ايه، ان الابلايد بتاع السوبرفيشال فاشيا الابلايد بتاعها ايه، والابلايد بتاع الديب ممبرينس لير ايه الفكره بتاعتها، واللاين اوف فيوجن دوت بناء عليه حصل ايه، فهنستفيد بيه في ايه يعني. تمام كده؟ ادي نفس الرسمه بقى تاني. انا كده شايل السكين، انا حاطه هنا الفاتي لير اللي هي الكامبرز فاشيا، وادي حاطه الممبرينس لير اللي هي الديب ممبرينس لير او اللي هي سكاربس فاشيا، وادي هنا الانجوينال ليجمنت، وادي كده ده اللاين اوف فيوجن اللي حصل فيه فيوجن بتوين الفاشيا لاتا اللي هي الديب فاشيا اوف ذا ثاي مع الممبرينس لير. وبناء عليه كان لو حصل هنا مشكله في البلفس، فالمشكله اللي في البلفس اللي تحصل ما قدمهاش غير انها تطلع فوق في الابدومن، ما ينفعش انها تدخل على اللور ليمب علشان خط اللي لازق دوت او خط الفيوجن ده. تمام كده؟ نفس الرسمه بقى، الرسمه هنا مشرحه الدنيا قوي، ان اليورين هنا هيطلع في الجيب الممبرينس لير وهيطلع هنا في اللور بارت اوف انتيرير ابدومينال وول، لكن اليورين ما ينفعش ينزل اللور ليمب علشان اللاين اوف فيوجن. تمام كده؟ طيب ممكن التفاصيل شويه اللي في البلفز زيت زي ما اتفقنا هنعرفها قدام، فالاسماء ممكن هنا نبقى مستغربينها شويه ومستغربين الاشكال كده، بس اجي كده مبدئيا لغايه ما ناخد قدام. لو انا كده واخده الكات سيكشن فانا شايفه اجي كده البيوبيك بون، وادي كل دي الانتيرير ابدومينال وول باللير بتاعتها، ادي كده البيوبيك بون واللي وراها ديت البلادر، وادي كده اليوريثرا نازل من البلادر ونازله كده الجزء البيلال يوريثرا. فاحنا بنتكلم لو حصل رابتشر في البلبر يوريثرا، الجزء من اليوريثرا لو حصل رابتشر يعني فيه، اليورين دوت هيحصل له اسكيب فين؟ اليورين دوت هيهرب مني فين؟ هيهرب مني هنا كده فوق، او اليورين دوت ممكن يدخل هنا في الجزء اللي اسمه سوبرفيشال بيرينيال باوتش لسه احنا ما اخدناهوش، او هينزل تحت هنا في السكروتم. يعني الاماكن ديت هنعرفها بالظبط في البلفس، وبعدين او يطلع في الانتيرور ابدومينال وول، لكن لا يمكن ينزل في اللور ليمب. تمام كده يا اولاد؟ طيب دي نفس الرسمه اللي احنا اخدناها قبل كده. الشطار اللي ركزوا معايا في الرسمه، اول طبقه خالص كانت هي الفاتي لير، الطبقه نمره ايه ديت كانت اسمها الممبرينس لير اللي هي كانت الديب ممبرينس لير او السكاربس لير. الخط اللي انا مشاوره عليه ده هو ده لاين اوف فيوجن، الخط اللي فوقيه هو الانجوينال ليجمنت، لكن الخط اللي انا مشاور عليه بالسهم دوت اللي هو بي هو دوت اللاين اوف فيوجن. نمبر سي ده هو دي الفاشيا لاتا او اللي هي الديب فاشيا اوف ريسا. هنا كده اجي مكان البينس هنا مكان اليوريثرا لو حصل فيها كانت المشكله، اتفقنا كانت ما بتنزلش في اللور ليمب وكانت بتطلع لغايه فوق. موضوع بسيط وسهل وانتم سمعتوه قبل كده، فمحاضره النهارده يعني جزء منها بس اللي جديد، لكن الباقي كله سمعناه. ان شاء الله نبتدي بقى في المحاضره اللي جايه نبتدي بقى بترتيب المسلز واماكنها والاتاتشمنت بتاعها بالتفصيل. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.